أكثر الشخصيات الكوميدية يلي التقيت فيها بحياتي؟ أنا بقعد معك 10 دقائق ما بعرف لملم حالي من الضحك ولا مرة شفتها على الكاميرا. يمكن لأنه القصة صعبة شوي، ما حدا أول شي بيشوفني بدور كوميدي، يعني ما ساقبت أنه نعرض علي شي كوميدي. بس بدي أعرف كيف قدرتوا تضحكوا علي أنت وياه. بس أنا قلبي محروق على الضنا. لكن المخرج الراحل حاتم علي كان عنده رأي تاني. المخرج الوحيد اللي قال لي انه انت لازم تستلمي عمل كوميدي من الجلدة للجلدة هو الله يرحمه الاستاذ حاتم علي. قال لي نصلي انت لازم تشتغلي كوميديا من الجلدة للجلدة لانك انت فظيعة، وحاول بقلم حمرة قدر المستطاع يمسكني، لانه يعني الشخصية كانت شوي مسموح انه هي يعني تبالغ بردود افعالها، وخصوصا مثلا لما اكون مع كريس بشار او مع سلافة معمار مع احمد الاحمد، يعني في مشاهد ما بعرف كيف تجي بدها تفلت فلاقي حدا من بعيد نصلي شدي. لا انا عملت قلب جاتو كتير ريحته حلوه بس شكله شوي مو مرتب، بس ماشي الحال. ودخلك يا نصلي سهل تكوني ممثله؟ اي دور بحبه فانا بعطيه للاقصى والا ما بشتغله. يعني في سؤال غريب بيسالوني اياه دائما انه اي دور الاقرب او اي دور انت ندمانه انك عملتيه؟ ما في دور انا ندمانه اني عملته، انا كل ادواري اعطيتها مني، كل ادواري فكرت فيها. القصة مو قصة انه ممثل قرا فقام حفظ وقال، بده يكون في عندك مخزون، بدك يكون في عندك عين مراقبة، في عندك راس تخزني فيه، في شغلات تقدري تكبيها، في شغلات تحتفظي فيها، في ذاكرة لازم تكون موجودة، في سرعة بديهة، في كتير اشياء ما انا سهلة القصة. لا طيب كيف تقدري توفقي ما بين شغلك وامومتك؟ لا مو معقولة، مو سهل انك تكوني مرأة ممثلة وام لبنوتين بجنونة بالعالم العربي. شكرا. ولما بنكون ماما وعم نشتغل فهي لحالها صعبة صراحة. صعب كتير الممثلة تكون ام؟ ايه صعب، هي ما بتقدر اصلا، ما عندها وقت تمرض، ما عندها رفاهية الاكتئاب، ممنوع. هي دوبة تلحق اولادها وحياتها واهلها وتفاصيلها بلس شغلة. وبنهاية اللقاء نضلي كان عندها رسالة. أنا اللي بدي أقوله شكراً لإلنا أنه نحن قدرانين لسه نوقف على رجلينا، وشكراً أنه قدرانين نشتغل، وشكراً قدرانين نفتح بيوت، وشكراً أنه قدرانين نوصل أولادنا للمطرح اللي نحن بدنا إياه لحتى يقدروا يوقفوا على رجليهم، وشكراً للنساء يلي هلأ بيشبهون أحياناً بيقولوا عم تسترجل. لا هي حبيبتي مضطرة تسترجل لأنه هي بتكون أخذت دورين. شكراً لك لانا.